السلام عليكم، محمد ابراهيم محمد الاميري، والد الطفله شيخه. واشكر الدكتور زيد على اللي قام فيه صراحه، كل ما يسين من بين الحياه لولا الدكتور زيد ورب العالمين ودكتور زيد، الحمد لله رب العالمين. وكانت تجربه يعني مع الدكتور زيد يعني صراحه ما قصر، ويعتبر البنت بنته. حتى انا كنت في البدايه كنت يعني مش متخوف، كنت شاك في الطب العربي، بس مع الدكتور زيد الحمد لله رب العالمين يعني الامور يعني الحمد لله رب العالمين الامور طيبه يعني الحمد لله. بعد فضل دكتور زيد أنا حالتي الحمد لله تحسنت للأفضل، واللي يبغى يجرب عند دكتور زيد أخي يخسر حياته طبعا، والحمد لله أنا تحسنت بفضل الحمد لله. شكرا دكتور زيد. شكرا دكتور. شيخة كانت يعني خلينا نقول عندها مشكلة في الحوض، زين للأسف الحوض كان عندها في خلع ولادي تسطح وتقصر في القدم، هذا نتج بنفس الوقت عندها مشكلة بسبب فرط الطول في القدم اعوجاج العمود الفقري. الموضوع تعالج في البداية بالطريقة الصحيحة في أحد المستشفيات في أمريكا، بالحقيقة هي أحسن مستشفى للأطفال تعتبر في أمريكا. الطريقة كانت طبعا صحيحة، للأسف التعديل ما كان مضبوط للحوض، وبنفس الوقت الانحراف اللي حصل في الظهر حاولوا زملائي في المستشفى الأمريكية أيضا يسووا عملية جراحية للتعديل، بس للأسف ما حصل هذا التعديل المطلوب بسبب بس القياسات والاختلاف في منطقة التثبيت. عملنا العملية الحمد لله للشيخة بالنسبة لعملية الظهر، لأن هذا كان أهم شيء عندي، إن كان عندها عدم توازن بالوقفة وبالمشي، والحمد لله أمورها طيبة الحين، وبالوقت الحالي هي أمورها طيبة ما عندها مشاكل. الفرق البسيط اللي كان عندها بالرجلين بعد عالجناه احنا بارتفاع بسيط، وإن شاء الله بالمستقبل بعد احنا ناوي نسوي لها عملية إعادة عملية تعديل الحوض، مشكلة الحوض.